محتاجين من خلال الأوضاع العامة لبعض النصائح التحفيزية وأيضا جرعات من الأمل عشان الناس تقدر تتعايش مع الأوضاع وتقدر كمان تنجز رغم الوضع العام. معنا عبر الهاتف مدربة التنمية البشرية أستاذة رشا من خلال فقرة نصائح بتهمك. صباح الخير عليك. أهلا ومرحبا بك. وبداية أستاذة رشا، يعني الصباحات دائما هي عندها ممكن تكون إحساس على المختلف يعني، لكن عموما الناس كلها عايشة في وضع ممكن يكون مضطرب تماما، وفي ناس كثير جدا حاسة بالإحباط. يعني كيف نقدر رغم الإحباط الموجود ده لكن لسه نحاول ننجز ونتمسك بالأمل؟ طيب أنا الكلام اللي هقوله يمكن يكون غريب شوية أو ما متوقع. الناس سعيهم للإيجابية بيفتكروا إنها هي حاجة وردية، أو يعني زي كان رؤية وردية للحياة أو رؤية غير واقعية للحياة. فالإيجابية هي في حقيقة الحيادية، يعني إحنا نكون حياديين تجاه الأحداث. يعني مثلا الحاجة حاصلة الفترة دي حولنا، عشان نكون حياديين تجاهها لازم نفهم أسبابها، نفهم إحنا ليه بنمر بالظروف دي، نفهم بساطة الظروف دي، الأحداث دي هي تعلمنا شنو. تمام؟ يمكن أهم حاجة بخصوص الأحداث وبخصوص الأوقات الصعبة الرسائل اللي بتجي شايلها. وانس إن الإنسان فهم الرسالة تحت الحدث بيقدر يواجهه، بيقدر يستفيد منه، بيقدر يحوله من نغمة، من حاجة كعبة لحاجة كويسة لنعمة. تمام؟ فأعتقد إنه كل واحد فينا محتاج يفهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه ورسالته له هو بشكل شخصي شنو. لكن يا استاذة رشا، يعني انت بتتكلمي على انه هو كل حدث بيحمل رساله معينه. أيوة، لكن طبعا. انا كيف اقدر افهم الرساله وانا اصلا تفكيري مشوش تماما وهو اصلا سوداوي يعني؟ اوكي، اعتقد ان مساله يقين وايمان. لو نحن مؤمنين انه ربنا سبحانه وتعالى خلق الحياه دي على التيسير وخلق للخير، حنحاول نشوف الخير في كل مكان في كل حدث. تمام؟ حتى الاحداث المظلمه تماما، يعني مثلا في 2020 احنا واجهنا ازمه كبيره، ازمه الكورونا، فكانت ازمه كبيره جدا. فلو نحن جينا عينا لها من منظور ايجابي حنلقى انه هي فعلا طورت في وعي الناس وطورت في حياه الناس، وفي خلينا نقول في ناس حصلت لهم غزه كبيره جدا على المستوى الاقتصادي ولا المستوى التعليمي. تمام؟ صح. فبشكل من الاشكال الازمات فيها خير، نحن بس محتاجين نوجه نظرنا للخير. الوعي الجمعي بتاعنا او الوعي المجتمعي بتاعنا دايما بيبحث عن الجانب السلبي، وهي دي المشكله، انه احنا يعني بدل ما نشوف الخير في الاحداث بنركز على الجانب السلبي منها. انا عايزه اجيب على جمله مهمه انت قلتيها على فكره الوعي الجمعي. تمام؟ احنا هسه حاليا بناخد كثير جدا من الطاقات من خلال السوشيال ميديا، وحاليا مثلا بتكون في كميه من الترندات الموجوده في السوشيال ميديا وخاصه على وسائل الفيسبوك بالتحديد، هي بتكون بتوجهك في وعي جمعي لاتجاه معين يعني. فانا برضو كيف اقدر افصل من خلال الحاجه دي؟ يكون عندك فكرتك الخاصه، رؤيتك الخاصه. الناس متين بتنغاد، يعني احنا متين بننغاد لما يكون عندنا فكره خاصه، لما ما يكون عندنا خلينا نقول مبادئ خاصه. بتلقي انه الاشخاص اللي بيتبعوا الوعي الجمعي هم ما عندهم افكارهم الخاصه، ما بيعرفوا نفسهم كويس، ما بيعرفوا هم جايين الحياه دي عايزين شنو، حيعملوا شنو. تمام؟ فبدل ما يكونوا غاده بيكونوا تبع. صح. فاعتقد انه افضل طريقه عشان نحن نبعد عن الوعي الجمعي او نكون قادرين نتحرر منه انه نحن نمتلك وعي بنفسنا، نكون بنعرف نفسنا كويس، نكون عارفين نحن قاعدين نعمل شنو في الحياه دي. صحيح. يمكن يكون يا دكتور يا استاذ رشا، يعني نحن شاكرين جدا لممكن نقول جرعه السعاده والامل اللي حسس معنا منك، وان شاء الله نستمر معك من خلال حلقات قادمه. شكرا جزيلا. الله يخليك، نورتوا. شكرا.